فشلت محاولات ريسان في التدابير الصحية التي اتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا داخل هذا المقهى الذي يعمل به منذ أسابيع قليلة في تقديم الأراجيل لزبائنه نتيجة قرار السلطات المحلية والتي أوعزت بمنعها داخل هذه الكافيهات، ما تسبب بخسائر كبيرة لأصحابها. احنا من ناحيتنا الكافيات مسوية الإجراءات كلها الكاملة اللي بالصحة المطلوب منها، وما فيها هاي الصندة الطبية. هاي الصندة الطبية مجرد انه يشكلها عن نرجيلة الزبون يشرف بيها وراها تنذب قطعة ارزاق. نحن عوائلنا كل كافتيريا ما فيها 4-5 عمال، هاي 4-5 عمال كل واحد منهم الى عائلة وكل عائلة منهم ضرت من وراء هاي السالفة اللي صارت. وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من قبل الدوائر المعنية في نينوى من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس، خصوصا وأن المحافظة لم تسجل أي إصابة لغاية الآن. الإجراءات الوقائية التي اتخذتها في هذه الكافيتيريات والمطاعم والشيخانات والمولات تعتبر طرق، يعني بعد اجتماعها اتخذت هذه الإجراء وهي طرق صحيحة، فيما طالب مواطنون الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي هذا الوباء كإغلاق المنافذ الحدودية وإيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشيا كبير بالفيروس، خصوصا وأن معظم الإصابات المكتشفة في البلاد تبين أنها قادمة من إيران. نطالب الحكومة المركزية يعني غلق الحدود أسوة بالدول اللي باقية، يعني دول الخليج كلها سدت الحدود، وإحنا اللي عدنا اللي حاد إحنا ويا جارة إيران، فيفترض أن الحكومة المركزية أن تسد هذا الحد وعدم دخول أي مواطن من هذا البلد إلى العراق، وخصوصا بالنسبة للمطارات. وتحذر منظمات إنسانية من انتقال هذا الفيروس إلى المخيمات، خصوصا وأن الإجراءات الصحية المتبعة هناك تكاد أن تكون معدومة. ويبقى التخبط في القرارات سيد الموقف في بلد يشهد واقعا صحيا متدنيا، ما قد يحوله إلى بؤرة لهذا الفيروس سريع الانتشار. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.